أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي طالبة الصف السادس في هذا المقطع التعريفي لمادة التربية الإسلامية الخاصة بكم للعام الدراسي للفصل الدراسي الثاني. نبدأها أحبتي الطلبة مستفتحين بسورة سيدنا نوح عليه السلام من الآيات الكريمة المقررة. بناءً على ذلك يجب أن تعرف أنه في هذا الدرس سوف نتعرف إلى قصة سيدنا نوح وكيف صبر سيدنا نوح على قومه لدعوتهم إلى الإسلام والإيمان وما إلى ذلك، ثم ننتقل عزيزي الطالب لدرس بعنوان محبة المسلم لله تعالى، والتي يظهر فيها كيف على المسلم أن يحب الله تعالى وأن يتبع أوامره ويجتنب نواهيه وأن يكون مخلصا خالصا له في كل أعماله وعباداته. ثم ننتقل للتلاوة والتجويد مطبقين الإظهار الشفوي. بعد ذلك سوف ننتقل للحديث النبوي الشريف من ثمرات الإيمان والتي يجب أن يقدرها المؤمن أو المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي لهذا الإيمان إلا الخير. ثم ننتقل أحبتي لصلاة الوتر والتعرف إلى عدد ركعاتها ووقت الصلاة بالإضافة إلى الأجر والثواب المنكب على المسلم الذي يقوم بهذه الصلاة. نتابع أحبتي لنكمل تعرف قصة سيدنا نوح ومعاناه مع قومه وكيف أنقذه الله سبحانه وتعالى منهم في الآيات الكريمة المقررة في هذا الدرس. بعد ذلك سوف نتعرف إلى بناء الكعبة المشرفة، أشرف وأطهر الأماكن على وجه الأرض، كيف بنيت وكيف أصبح الناس يتوافدون إليها من كل قطب ومن كل مكان على وجه الأرض. ثم ننتقل أحبتي مرة أخرى للتلاوة والتجويد وتطبيق النون والميم المشددتان. ولا بد أن يتعرف الطالب إلى مفهوم أو معروف المسح على الخفين، ومتى يجب أن يمسح على الخفين ومتى يجب أن لا يمسح على الخفين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصحابي الجليل مصعب بن عمير ليتعرف إلى سيرة هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير، والذي سأحدثكم عنه الآن. سنتابع عزيزي الطالب التعرف إلى الصحابي الجليل مصعب بن عمير، وهو من السابقين إلى الإسلام والذي حاز في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتضحية في سبيل ذلك بمتاع الدنيا. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة مبعوثا لتعليم الأنصار، ونال الشهادة في أوائل سنين الهجرة يوم أحد. ولد مصعب بن عمير بن عبد مناف القرشي رضي الله عنه في مكة قبل الهجرة، وعرف بأنه كان فتى مدللا في مكة، وكان يفيض شبابا وجمالا، ونشأ منعما في بيت لأبوين ثريين. وهكذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا ما سوف نتناوله خلال الوحدة الأولى من مادة التربية الإسلامية للصف السادس بالفهرس المعروض أمامكم. أتمنى لكم وحدة موفقة وفصلا دراسيا مليئا بالازدهار والحب والخير.